من صحيفة المواطن الإلكترونية الأستاذ شرف الروقي يسأل: نشاهد الفترة الأخيرة حسابات إلكترونية تقوم بعرض وبيع المواد والمنتجات الغذائية، هل هذه المواقع مرخصة وكيف يتم متابعتها من قبل الوزارة وضبطها في حال كانت مخالفة؟ نظام التجارة الإلكتروني وضع حد لكل الممارسات المخالفة. هناك تاجر عندما يمارس هذا التاجر عمله فهو مرخص له، والتاجر هو من يملك سجل تجاري. وأيضا هناك الممارس، وهو كل من يمارس التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بهدف أساسي وهو تحفيز وتمكين سواء الأسر المنتجة أو غيرها. لذلك كل من يمارس التجارة في مواقع التواصل الاجتماعي ولديه شهادة معروف أو سجل تجاري فهو نظامي، سواء يبيع مواد غذائية أو غيرها. أما الحسابات المجهولة التي ليس لديها شهادة معروف أو سجل تجاري فنحذر من التعامل معها، وفي حالات كثيرة تم رصدها تكون قائمة على النصب والاحتيال. بعد أن يطلب المستهلك منهم تختفي هذه الحسابات أو يقوم بعمل حظر لمن يتراسل معه، وتكون هذه قضية نصب واحتيال، الشكوى إليها إلى الجهات الأمنية. شكراً.